التقى قائد القوات البحرية الفريق أشرف عطوة بنظيره الجنوب أفريقي موندي لوبيسي والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. وتناول اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين القوات البحرية للجانبين، كما شملت زيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية، بالإضافة إلى زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثا للقوات البحرية.